السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. بغيت نقول لكاع الناس اللي كيشاهدوا الفيديو ديالي دابا، عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر. الفيديو ديال هذا النهار غادي نبين لكم الروتين ديال العيد الاضحى، الروينه ديالو بكاع روينته، بكاع الزوين ديالو، بكاع الخايب ديالو. خليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا الفيديو. نتمنى ان يعجبكم الفيديو. المهم البنات، هذا العام رحنا معيدين في المغرب، وانتم راكم تعرفوا بان الاجواء كتكون زوينه مع العائله في المغرب. هادو هما الحواله ديالنا كما كتشوفوا، الحواله اللي ذبحنا في العيد. انتم راكم تعرفوا العيد روينته روينه صراحه، ولكن بحلاوتها كما كتشوفوا هنا الحواله من بعد ما ذبحوهم وسلخوهم، حيدوا لهم كاع الدواخل ديالهم. انتم كما كتشوفوا الكبده والريه وهادو المصار، المهم الدواخل ديال الحواله. هنا غادي كما كتشوفوا الكرشه كتغسل. انا جيت عندهم هنا بغيت نعاونهم زعما باش نتعلم كيفاش نفك هاد المصارن، لان اول مره كان يعني كنشوف كيفاش يعني يغسلوا هاد الشيء. مع عمري صراحه كانت الوالده الله يرحمها كدير كل شيء، ما كنعرفش كيفاش نغسل المصارن ولا نفكهم، حتى الفكان بحال هكا ما كنعرفش. هنا يلا كانوا كيوريوني كيفاش نغسلهم. الزقت فرقعت ليهم المصران على الشحمه وعمرت ليهم كاع الشحمه بداك الزبل. المهم انا يلا كنتعلم دابا شويه بشويه. ومن بعد ما سلينا كاع الروينه ديال كيما شفتوا غسل الكرشه والدواخل وداكشي، هنا عقوستي غادي تصيب لينا بولفاف باش نتغداو. هذه الشحمه ديال الحولي، انتما الناس اللي ما كيعرفوش بولفاش كيف كيتصيب غادي تشوفوا يعني من الاول ديالو حتى الاخر. انتما تشوفوا كيفاش ديرلو. عندنا الكبده هنا والريه كتحطهم هكا طروفه كبار كيتشواو على الفاخر. هنا كنخليو الكبده والريه كيتشواو، وانتما كما كتشوفوا غادي تصيب دابا الشحمه باش غادي نديرو بولفاف. غادي تلوي الشحمه وغادي تقطعها طريفات صغار كما كتشوفوا، باش تجي ساهله، باش منين تكون كتصيف في القطبان كتجي ساهله. هنا الكبده والريه بداو يتشواو وقلبناهم، يعني ما خصهمش يكونوا طايبين بزاف. بعد غادي تقطعهم كما شفتوا، هما باقيين خضرين من الداخل، وغادي نرجعوهم عاوتاني كذلك يتشواو. وما كما قلت لكم ما خصهمش يطيبوا بزاف، وخصوصا الريه، لان الريه الا طابت بزاف كتكرم كتولي تجبل، يعني ما كتبغيش تمضغ، يعني غير شويه. وغادي نحيدوهم باش غادي يكملوا طيابهم في القطبان. انتما كما كتشوفوا معنا غادي نعاودوهم كلهم، قطعتهم طريفات طريفات، وغادي نرجعوهم يطيبوا عاوتاني. صراحة البنات الأجواء ديال العيد زوينة مع العائلة، كتحس بالجو ديال العيد ماشي بحال في الغربة. كنجيبو حنا أصلا مدبوح منقي مصيب، ما كتحسش كاع بالأجواء ديال العيد هنا، يعني كل شيء مشغول. الروينة ديال العيد هانتوما كما كتشوفو. هنا كما شفتو البنات قطعت الكبدة بوحديتها والرية بوحديتها، وغادي تعطرها، دارت الملحة، غادي تعطرهم جوج بيهم، كدير الملحة هنا وجيف الريه كذلك. هذه الريه بوحديتها والكبده كذلك، درت ليها الملحه
دير شويه ديال الابزار. داكشي اللي كديرو في الكبده كديرو حتى هو في الريه، يعني غدير شويه ديال الابزار في الريه كذلك. هنا الكمون، درت الكمون في الريه وغدير الكمون في الكبده كذلك. المهم كما شفتوا العطريه كاينه الملحه واليبزار والكمون والحاريه. غادي تضيف دابا الحار. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحار ما يديروش الحار، والحار كيبنن، حنا كناكلو الحار في الماكله ديالنا. الناس اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي راه كاع الفيديوهات اللي فيهم الطبخ راه كندير الحار فيه، كنطيبو بالحار. غادي نضيف الحار هنا، يعني السودانية حارة. غادي حتى للرية كذلك السودانية حارة وصافي. وغادي نبداو نزلقو دابا بولفاف. غتجيب كبدة وكتلوي عليها الشحمة، وكنديرو حنا وحدة كبدة وحدة رية، وحدة كبدة وحدة رية كذلك، كلهم كتلوي عليهم الشحمة كما غادي تشوفوا في الفيديو. ابقوا معايا في الفيديو. كديري حفيظه خلصت عليك، خلصت عليك. شتي بيا طيح لي في الكبده. هاتي الشحمه حبيبي. كما شفتوا البنات من بعد ما داروا يعني كاع القطب الكبده واللي هذاك الشيء زلقوها في القطبان، غادي نبداو دابا نشويو باش ناكلو. المهم نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال هذا النهار، ونتمنى انكم تكون دوزتوا العيد على خير وبخير مع العائله. وإلا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وخليوا لي تعليق، وكانوا للناس اللي اول مره كيشوفوا هذا الفيديو يشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش دائما يبقى يوصل لهم جديد. خليتكم على خير ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.